بعد أعوام من العطاء والتميز التي امتدت لعامها 31، تقاعد أبي مبكرا طلبا منه قبل أن يكمل مسيرته المتميزة. ليس لأنه أبي كتبت هذه الكلمات، بل اسألوا زملائه في العمل، اسألوا جيرانه في المسجد والحي، اسألوا ابني فيصل الذي بدأ مشواره الدراسي دون أن تصحب يداه يد والده، وكان أبي هو العوض والحب والرحمة. فقد حظي بصحبة أبي عامين كاملين حتى في الذهاب والإياب. كنت أتمنى أن يواصل أبي ما تبقى له من السنوات لينال المرتبة التي يستحقها، ولكن تقاعد باللفظ بناء على اختياره. أما حقيقة القول معناه ارتفاعه، فشكرا يا أبي على 3 عقود. وقبل الختام، لأن أبو مبارك يستحق، ولأنني وريف وفيصل نظل عاجزين عن رد الجميل، فإن كان لنا من دعواتكم نصيب اجعلوا لأبي منها أوفر الحظ والنصيب. هذه الشيلة مهداة من أم فيصل وابنها وابنتها الأستاذ والشيخ الفاضل علي بن مبارك آل دهيس الزهراني، بمناسبة تقاعده في عام 1440 للهجرة. هذه النسخة ترجمة